حياكم الله معنا من جديد في برنامجكم الأسبوعي من أجل الكويت. إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي استذكاراً للتضحيات الإنسانية في الحروب والمنازعات والكوارث، ومن الوفاء أن يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني حين تشتد بالإنسانية الكروب وتحتدم النزاعات والحروب والكوارث، ويصبح الدم رخيصاً والهدم والتخريب نهجاً والتشريد ظاهرة عالمية والأزمات عصية على الاحتواء. في هذا اليوم الدعوات تتزايد من أجل بناء المجتمعات الفقيرة ووقف الاقتتال وسفك الدماء. دولة الكويت بقيادة قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تقف شامخة، وهي تواصل مسيرة المساعدات الإنسانية للعالم قاطبة. مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر وأكثر على اليوم العالمي للعمل الإنساني، يسعدنا أن نستضيف كل من رئيسة المنظمة الدولية للهجرة بالكويت إيمان يونس عريقات ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الأستاذ أنور الحساوي. لكن قبل أن نبدأ معهم ومعكم نتوقف قليلا عند هذا التقرير ثم أعود إلى ضيوفي. عندما يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني يستعص محاضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ليضيء هذا اليوم بعد أن رسخ سموه مفهوم العمل الإنساني كمنهج تحتذي به كافة دول العالم. الكويت تحت قيادة سموه دولة عظمى في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والمحتاجين حول العالم، وأضفت بعدا عميقا على العمل الإنساني العالمي، لأنه عرف عن الكويت ومنذ ما قبل استقلالها المبادرات الإنسانية التي استهدفت مناطق عديدة في العالم. ومع تولي سموه مقاليد الحكم ازداد حجم المساعدات على نحو لفت انتباه العالم. إن دولة الكويت ومنذ استغلالها وانضمامها لهذه المنظمة سنت لها نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية، ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة البلدان المحتاجة بعيداً عن المحددات الجغرافية والدينية والأثنية، انطلاقاً من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية. الكويت ساهمت في التخفيف عن معاناة الشعوب التي تشهد أزمات كبيرة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية خاصة في الدول العربية. وسياسة العمل الإنساني علمها سمو أمير البلاد حفظه الله للعالم بلغة واحدة أتقنها هي لغة الإنسانية، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الدين، بهدف واحد هو مساعدة المحتاجين. ولم يأتي موقف الأمم المتحدة في تسمية سمو أمير البلاد كقائد إنساني وتكريمه كأول زعيم عربي لم يأتي من فراغ، وإنما جاء تقديرا لسجل الكويت الإنساني الحافل بالمؤتمرات والقمم الإنسانية والتنموية التي حشدت الجهود الدولية والإقليمية تجاه الفقراء والمنكوبين. العالم يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني، ويحتفل أيضا بسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي جعل من العمل الإنساني سياسة دولية تبني ولا تهدم، تساعد ولا تخذل، تعطي ولا تأخذ. إن أعمال البر والإحسان قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي، تناقلها الأبناء والأحفاد بما عرف عنه من مسارعة في إقافة المنكوب وإعانة المحتاج ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج، حتى عندما كان يعاني في الماضي من شظف العيش وصعوبة الحياة، ولا تزال وستظل أعماله الخيرة ومبادراته الإنسانية سمة بارزة في سجله المشرف. العالم يحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار إلهام إنسانية العالم لمساعدة ما يقرب من 80 مليون شخص حول العالم يعانون من التشرد والجوع، والكويت لم تنس هؤلاء وكانوا في قلب اهتمامها واستفادوا من عونها، وعلى العالم أن يحذو حذوها
ويقدم على مبادرات خيرية قوامها عطاء غير محدود لرسم البهجة على الوجوه وتجفيف الدموع. حياكم الله من جديد معنا مشاهدينا الكرام. أبدأ مع الأستاذ أنور الحساوي. أستاذ أنور، إذا بدأنا معك في قضية ما الذي يمثله هذا اليوم العالمي للعمل الإنساني، خصوصا بما يتعلق في الجانب الإنساني كالمجتمعات الفقيرة وأيضا التي تعاني من أزمات بشكل عام، وبشكل خاص لجمعية الهلال الأحمر التي تصدت لهذا العمل في الكويت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو بداية اليوم العالمي للعمل الإنساني بدأ عندما فجرت بعثة الأمم المتحدة في بغداد عام 2003، ومن ثم تم إقرار هذا اليوم لو ليكون للمساعدة الآخرين للقيام بأعمالهم الإنسانية وتشجيع الآخرين للانضمام لهذا العمل. جمعية الهلال الأحمر الكويتي منذ تأسيسها سنة 66، وعلى مدى 50 عام، راح نحتفل إن شاء الله السنة تحت رعاية سمو الأمير بمرور 50 عام على العمل الإنساني في الكويت، تأسيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي منذ أن بدأت وهي تقوم بهذه مطلع السنة القادمة. نعم، في 13/1/2016 إن شاء الله في قصر بيان. وبالتالي يعني إحنا عملنا طبعا هو إنساني، لأن بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين تقوم العملية الجمعية لأنها منتمية إلى الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر الدويتين، وتأخذ نفس المبادئ مساعدة الآخرين بغض النظر عن لونهم أو دينهم. فتلقى الجمعية موجودة لله الحمد في جميع دول العالم الفقيرة والدول المنكوبة والدول اللي فيها نزاعات مسلحة. وآخر شيء أقر طبعا لسمو الأمير أقر قبل شهر رمضان مساعدة للعراق $200 مليون و100 مليون لليمن، وأصر سموه على إيصال مساعدات قبل بداية شهر رمضان المبارك، وبالفعل تمكن لله الحمد من إيصال بعض المساعدات قبل بداية هذا الشهر رغم تحدي الظروف الأمنية الصعبة. يعني أمور كثيرة سنتحدث عنها في صدر من أجل الكويت الليلة. أستاذ أنور، أنتقل إلى أستاذة إيمان. أستاذة إيمان، أيضا تعريف سريع عن منظمة الدولية للهجرة. كثيرا كمواطنين أيضا كمراقبين، الإنسان يمر في طرقات الكويت وشوارع الكويت الجميلة المختلفة فيلقى لافتات ويلقى أيضا إعلانات المنظمة الدولية اليوان، لكن ما يعرف شنو حقيقة المهام المنوطة بهذه المنظمات الدولية. وجه الخصوص المنظمة الدولية للهجرة، أهم الـ 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 يعني الأعمال المناطة بها. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يسعد مساكم ومساء الأخوات المشاهدين الكرام. إحنا في المنظمة الدولية للهجرة، هي منظمة دولية أنشئت في العام 1951، مقرها الرئيسي في جنيف، لديها 480 بعثة حول العالم فيما يزيد عن 150 بلد، بعمل فيهم 9000 موظف، ينفذوا 2870 مشروع بلغت قيمتهم في العام الماضي 1.5 مليار. هذه بوجه سريع وعلى عجالة ما هي المنظمة الدولية للهجرة. طبعا أنشطتنا حول العالم دائما هي لدعم الأجندة الدول الحكومة المضيفة بما يتماشى مع المعايير الدولية. أما وجودنا في الكويت في بيت الأمم المتحدة اللي هو صراحة صرح شامخ يشيد به كل من يزوره، وهو هدية من حكومة دولة الكويت، يعني تخليدا لدور الأمم المتحدة. شراكتنا رئيسية وحقيقية مع حكومة دولة الكويت، متمثلة بوزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية، وطبعا لنا شراكات مع منظمات المجتمع المدني ومنها مثلا مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وأيضا الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. إذن عمل متنوع وذات يعني أذرع مختلفة في الدولة، ذكرت الداخلية والخارجية. صحيح. وزارة أيضا وجهات مختلفة. سأعود أيضا للحديث عن هذا الموضوع أيضا الشيق. أستاذ أنور، أرد إلى أنت ذكرت قبل قليل اليمن وأيضا العراق وسوريا. سوريا طبعا سوريا يعني أنت ضربت أمثلة قائمة. نعم. لكن الملف السوري ملف أيضا ساخن. الكويت. نعم. تصدت له من عام 2013 في المؤتمر الدولي الأول المانحي، لكن صحيح. حجم المساعدات في العام 2015 كم يقدر على صعيد العمل الإنساني؟ بالنسبة للأعمال هي متغيرة، لأن إحنا العادة يجينا دعم حكومي لهذه المشاريع، ولكن المواطنين الوافدين لله الحمد يعني يوميا بشكل يومي، يعني اللي أمس تبرعات يوميا، كل واحد يقول مثلا هذه الفلوس للجهة الفلانية وهذا المبلغ وظفه في المشروع الفلاني. جميل. الأزمة السورية طبعا إحنا من بدايتها إلى الآن تقريبا 4 سنوات متواجدين في كل من لبنان والأردن،
عندنا دعم شبه يومي للأغذية وللمخابز وللعلاج. هل لكم مقر دائم في هالبلدان؟ احنا عندنا شخص يمثلنا هو بالتعاون مع سفارة دولة الكويت هناك، وطبعا مثل ما تعرف لان احنا يعني نتعاون مع نظرائنا هناك اللي هم الهلال الأحمر، يعني الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر الأردني. في كل دولة نذهب لازم نتعاون مع نظرائنا هناك، فيكون ممثلنا موجود، بعض المتطوعين من الكويت، ولكن يساعدونا بالسفارة ويساعدونا المنظمة الموجودة هنا. أستاذ نور، احنا دائما في نشرات الأخبار تغطياتنا الرسمية نركز دائما على قضية توزيعكم المساعدات من وإلى، لكن ما خلف الكواليس لا يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى وأنتم. لكن حجم التحدي في بلدان كثيرة النزاعات والحروب وشديدة الخطورة والحساسية وملفات ساخنة أمنية يمكن ما نشعر فيها كمواطنين أو كإعلاميين، أنتم تشعرون فيها الآن، فرصة الآن تتحدث فيها أستاذ أنور. صحيح، يعني طبعا أكيد المتطوع لما يذهب إلى هناك يواجه ظروف، سواء كانت في ظروف خصوصا المتطوع بعد. نعم، هم متطوعين يكون من الشباب موجودين يوزعون الأكل ويساعدون اللاجئين أو النازحين. عندنا واجهنا في غزة يمكن أثناء القصف أو بعد لما توقف القصف كان عندنا متطوعين هناك، وكانت هذه خطرة بالصومال كذلك أثناء وجود متطوعين كان في انفجارات، تعرف الزلازل اللي صارت في تسونامي في تايلند، في تايلند وإندونيسيا، يواجهون هذه الأمور في باكستان كذلك، يعني مرات تصدف في إيران أذكر قديم، في إيران اللاجئين العراقيين، نعم في البوسنة كذلك، في جميع الدول يعني عمل تطوعي، لكن في الطرف الآخر أيضا هناك تحدي، نعم تحدي بشري، تحدي إنساني، تحدي أيضا صحيح حياتي. ولكن احنا قبل لا يطلع المتطوع طبعا يكون عنده دوره بالاسعافات الاوليه، عنده دوره في القانون الدولي الانساني، كيفيه مساعده الاخرين. لكن شيء جميل انساني يؤمن بعمل تطوعي، نعم. وامام تحديات كثيره ومقبل على ما يسمى بالمجهول، ومع ذلك يصر للكويت، واكثر من كذا انه هو مجانا، يعني هو يذهب عمل تطوعي، فهذا شغله يعني راقيه وزينه، يعني تطور الامم لا يقاس بالاموال، احنا دائما نقول وفي المباني، انما يقاس في هذه الشغلات الانسانيه، في العطاء البشري. والعطاء البشري، يعني تشوف دوله الكويت سبحان الله على صغرها اخذت مركز العمل الانساني، سموه الامير جميل من كثر طبعا ما يعمل الأمور الإنسانية، حصل على لقب قائد العمل الإنساني. يعني الكويت مركز العمل الإنساني. مركز العمل الإنساني على صغر حجمها بين الدول كلها. جميل. أيضا أستاذة إيمان، منظمة كرمت سمو الأمير في عام 2012 بميدالية للمنظمات والإنجازات الإنسانية التي تمنع عادة لرؤساء الدول في تجاوز حدود العمل المألوف ومبادراتهم الكبيرة، وأيضا مقبلين نحن في الإعلام على تكريم سمو الأمير وفعاليات وبرامج وخطط أيضا في يوم 9/9. كيف تقرأين هذا التكريم من قبل الأمم المتحدة وأنت عاملة في الأمم المتحدة؟ بالتأكيد إحنا أول شيء بنفتخر في المنظمة الدولية للهجرة أننا أول من تشرفنا بتكريم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه في مايو 2012، حيث حضر مدير عام المنظمة من جنيف خصيصا لتقديم ميدالية المنظمة الإنسانية، والتي تمنح فقط للإنجازات الإنسانية اللي تتجاوز الحدود الإقليمية والجغرافية للزعماء. وللعلم هي لم تمنح لأي زعيم لا من قبل ولا بعد على مر عمر المنظمة اللي تجاوز 64 سنة. وأيضا التكريم يعني هو الميدالية والتكريم لم يمنح لأي زعيم لا عربي ولا غيره إلا لحضرة صاحب السمو. وفي نوفمبر 2014، لأنه حضرتك سألت كيف أقرأ التكريم، التكريم اللي حصل في الجلسة رقم 150 للأعضاء المنظمة الدولية للهجرة في قصر الأمم المتحدة، حصل أمام مندوبين عن 167 دولة و75 منظمة دولية. كان هنالك الدكتور عبد الله المعتوق اللي هو مستشار حضرة صاحب السمو ومبعوث الأمين العام للشؤون الإنسانية، حضر بالنيابة عن صاحب السمو لتلقي التكريم، طبعا بحضور سعادة سفير دولة الكويت جمال الغنيم في جنيف للمنظمات الأمم المتحدة. هذا التكريم جاء حقيقة تجسيدا لواقع نحن من نعمل في الميدان وفي حقل الإغاثة الإنسانية، ندرك مدى حجم المبادرات الرائعة والرائدة التي قدمها صاحب السمو أمير دولة الكويت، لأنه هاي المبادرات الإنسانية يعني أخي الكريم بحب المشاهدين يعرفوا أنها شكلت الفرق بين الحياة والموت للإخوان اللاجئين، تحديدا للأزمة السورية سواء اللاجئين أم النازحين داخليا. كذلك إحنا تكريمنا في المنظمة الدولية للهجرة لم يقتصر فقط على مبادرات صاحب السمو في الأزمة السورية، لكن مبادرات الأمير تجاوزت حدوده الجغرافية والإقليمية إلى أفريقيا وآسيا والأمريكتين.
هنالك الكثير من المبادرات التي لا يعلمها الكثير، مثل المليار دولار مبادرة صندوق المليار الحياة دولار الكريم أحسنت في أفريقيا وللمشاريع الصغيرة وأيضا للاستثمار. هذا طرح في عام 2009 في القمة الاقتصادية العربية الأولى. أحسنت. هاي الكثير لا يعلم أنه مبادرات صاحب السمو هي سبقت الأزمة السورية، لكن تجسدت بأبهى معانيها أنها على مدى 3 سنوات أقيمة. طيب أنا عندي سؤال أيضا يخطر في بالي، لأنه أنت تتحدثين أستاذة إيمان، المنظمات الدولية عددها بالمئات كما ذكرت، وبعثت الأمم المتحدة للمنظمة الدولية للهجرة في 450 كما ذكرت في بلد. عندنا 480 بعثة في 150 بلد. طيب مزبوط. هذه الصورة الناصعة الكويتية التي قادها سمو الأمير لا شك انعكست على الأمم المتحدة، وبالتالي الأمم المتحدة من واجب العمل أيضا الوظيفي. هل هذه النماذج التي قدمت الآن كسمو الأمير قدمت للعالم، هل تأخذها الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة خصوصا فيما يتعلق باليونيسيف باليونسكو في منظمات الهجرة، تأخذها مثالا يحتدى فيه بالمنظمات الدولية؟ بالتأكيد، عشان هيك التكريم حصل لصاحب السمو، ليس لم يحصل فقط في غرفة أو دعينا إلها شخصيات، حصل أمام مندوبين عن 167 دولة حكومة و75 منظمة، وأعتقد هذا تكريم غير مسبوق لم يحصل في تاريخ المنظمات الدولية كافة وليس فقط المنظمة الدولية هجرة، وهذا تجسيدا لمكانة ومركز ومبادرات صاحب السمو. أيضا نحن في المنظمة الدولية هجرة أطلقنا عدة تصريحات صحفية بخصوص هذا التكريم، وأصدرنا كتيب خاص أيضا غير مسبوق عن إنجازات دولة الكويت ويعني تبرعاتها للمنظمة الدولية للهجرة والإنجازات اللي عملناها على الأرض، قدمناها سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار أو حتى في الشأن العراقي أو اليمن، وحتى وصلت مشاريع لمكافحة الإجرام البشر في فيتنام وكمبوديا. نعم أستاذ أنور، أيضا قضية الالتزام المادي في بعض المؤتمرات الدولية تشاهد إذا كانت هناك أزمات، ونأخذ الأزمة السورية مثال. نعم. الكويت قدمت مؤتمر دولي أول المانحين والثاني والثالث عقد مؤخرا في الكويت، وبالتالي الكويت تصدت لهذه القضية من واجب عربي وإسلامي وأخوي وأيضا قيمي، ولم تتوانى في التقديم. عادة في السياسة وأنت تعرف يقل عطاء الدول في المساعدة، الكويت تصدت لهذا الجانب، انعكاس أيضا هذا الجانب على عملكم في جمعية الهلال الأحمر، خصوصا أن تتحدث قبل قليل تقديم المساعدات في العام الحالي على العراقيين. نعم. والسوريين واليمنيين. نعم، هو طبعا مثل ما تعرف الكويت بالمؤتمر المانحين قدمت المؤتمر الأول 300 مليون والثاني 500 مليون والثالث 500 مليون. يعني هذه المصداقية من الكويت لما تعقد مؤتمر وتقدم اللي تقوله، يعني كثير من الدول مثل ما تفضلت تقول إن راح تقدم وبعدين تتباطأ في تقديم. طبعا هذا بخلاف الجمعيات الأهلية. الأهلية قدمت. نعم، الأهلية قدمت 510 ملايين تقريبا، يعني مليار وشوي في مؤتمر واحد. صحيح. هاي اللي أعطى المصداقية للأمم المتحدة إن يعني اللي سمعت سمو الأمير تطلب من الكويت حسب يعني إن تربطها علاقات كثيرة مع الدول، تربط سمو الأمير علاقات جيدة مع أن تنطلق المؤتمرات من الكويت، تنطلق من الكويت يعني، وأن تصدى العمل الإنساني من الكويت. نعم، أيضا. نعم، مسؤولية كبيرة على الكويت لكنها قادتها باقتدار الكويت. نعم، لله الحمد، يعني المؤتمرات الأخيرة يعني ما نقول 100% تم تحصيل المبالغ، خلينا نقول 90%، لكن خففت على الجانب السوري ايضا. نعم، وعلى الضغط. هذه ايضا سؤالي القادم الى هذه ايضا الاموال الفلكيه التي ظهرت من الكويت خدمه للسوريين اخواننا وايضا العراقيين كما ذكر وايضا اليمنيين، ما هو اثرها في عمل المنظمه الدوليه؟ اسمح لي بس على عجالة أقول لك شغلة مهمة كتير بحب أشارك فيها أخوانا المشاهدين، أنه ما يميز المساعدات الإنسانية الكويتية أنه لا يوجد لديها أي أجندة سياسية، وهذا بجدارة صراحة استحقت الكويت لقب مركز الأعمال الإنساني واستحق صاحب السمو بغض النظر عن الدين كما ذكر أستاذ أنور، دين أو العرق أو الطائفة أو الزمن أو المكان. أبدا إطلاقا لا يوجد أي أجندة سياسية، بل بالعكس تجاوز الأمر أنه حكومة دولة الكويت بتبرعاتها أصبحت شريك استراتيجي وأساسي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة من خلال ذراعها الإنساني اللي هو الهلال الأحمر والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أيضا يقدم بالتأكيد، لكن أنا أقصد على الأرض في مجال الإغاثة الهلال الأحمر والهيئة الخيرية الإسلامية كان هنالك شراكة حقيقية مع مؤسسات الأمم المتحدة، يعني تجاوز وضعهم أنهم بس يتبرعوا، هم أصبحوا شركاء استراتيجيين، لا يوجد لديهم أي أجندة سياسية، فقط الهدف هو المساعدة. يعني بحب إني أكد على شغلة أنه
في المواضيع الإنسانية الكويت دائما كانت هي جزء من الحل. نشاهد بعض الصور وأنت تتحدثين الآن، بعض المساعدات التي تقدمها أيضا جمعية الهلال الأحمر، جمعيات النفع العام، لكن جمعية الهلال الأحمر لها دور كبير في قيادة العمل الإنساني والخيري منذ عام 66 وهي تقدم، حتى وصل الحال بالكويت وأنت تذكرين وأنا أذكر في أثناء الغزو العراقي لم يعني يتوقف مد الجسور الإنسانية والخيرية والمادية لبعض الدول، يعني هذا لم يحصل أصلا في التاريخ وأنت تعلمين ذلك ويعلم الأستاذ أنور. دولة تحتل وما زالت مساعدتها قائمة إلى بعض الدول، التزام أخلاقي وقيمي يندر به الزمان والمكان. إذا بتسمح لي أضيف شغلة، إنه حضرة صاحب السمو حقيقة يعني أنشأ شيء جديد اسمه الدبلوماسية الإنسانية. بجدارة الكويت احتلت الصدارة في العمل الإنساني على رغم صغر مساحتها الجغرافية. لما تطلع على خريطة العالم إذا بنقول المساحة هي يمكن نقطة على الخريطة، لكن إنجازاتها الإنسانية ومساعداتها الإنسانية جعلتها في مركز الصدارة بلا منافس، لأن الواقع العالم الجديد فرض نفسه بتحدياته بأزماته بمشاكله أيضا والكويت بتوترات بعض الدول، وتصدرت الكويت للعمل الإنساني بجدارة صراحة. وإحنا اللي يعني أنا بحب أحكي هذا الكلام لأنه إحنا بنشتغل على الأرض. هذا كلام ليس فيه مجاملة، إحنا في المنظمة لدينا 167 دولة. نتحدث بواقع أرقام أستاذة إيمان ولا في يعني، وهذا أمر طبيعي ومعروف. أستاذ أنور، أيضا قضية المساعدات، من يتخذ القرار في الجمعية قرار تقديم المساعدات ونوعية تقديم المساعدات في الجمعية؟ هي مجلس إدارة وبالتالي تتخذون القرار أم هناك أيضا مشورة؟ هو يعتمد طبعا من دولة آلية التنفيذ. العادة سفير الدولة المنكوبة يأتي إلى الجمعية ويقدم تصوراته عن دولة شنو تحتاج. يعني مؤخرا يعني أولا سفير الدولة سفير المنكوبة يعني آخر أمس كان سفير طاجكستان يعني من ثم يقدم طلب الخارجية ويحال إلى مجلس الوزراء ويتبرعوا لنا في المبلغ المناسب. يطلع فريق ميداني من الهلال الأحمر لزيارة هذه الدولة لتقييم الضرر وتعاون مع نظير الموجود هناك، ومن ثم طبعا يتخذ مجلس إدارة الطرق والشراء وطبعا استجلاب العروض وارسال المواد بواسطه متطوعين من عندنا. يعني احنا الميزه بالكويت ان احنا ما نقدم نقدي، ويعني ولا مره منذ انشاء الهلال تم تقديم فلوس نقديه، دائما تكون فلوس عينيه يا اما اغاثيه او علاجيه او تعليميه. انما لاي مدى توفي بالغرض المطلوب؟ طبعا هي توفي بالغرض، لان احنا نعرف لما نقيس الاحتياجات نشوف قضيه الاحتياجات نعم نشوف شو المطلوب. يعني الحين حاليا اخر شيء العراق مثلا كمثال، طبعا في عندنا 30 مليون للاكل و30 مليون للاغاثه و30 مليون للمواد الطبيه بصوره عينيه. تقدم بصوره عينيه او نبني بيوت شاليهات هناك، وفي نيه لشراء 30 مستشفى متنقل. جميل. لأن العراق تعرف النازحين موجودين. أكسبكم خبرة أستاذ أنور قضية الملف السوري، يعني أصبحتوا الآن في مستشفيات متنقلة إلى جانب تعاونكم مع جمعيات النفع العام الخيرية في الكويت، في الخيرية العالمية الإسلامية. نعم، لكن هم أيضا يستفيدون من خبرتكم في المجال الإنساني والميداني. في تعاون لله الحمد، يعني كذلك اللجان الخيرية. تعرف صاحب السمو الأمير الله يرحمه الشيخ جابر أنشأ اللجنة العليا للإغاثة، ولتحتها موجودين تقريبا 20 جمعية خيرية، جمعيات المجتمع المدني، لأن رحم الله ما كان يبي الأمور تتشعب فتكون تحت لجنة واحدة. جميل. تكون في مركزية. نعم طبعا هذول الجمعيات كذلك بيننا وبينهم تواصل وبيننا وبينهم تنسيق أساس ما يصير دوبلكيت بالعمل، نروح نفس المكان اللي هم يروحوا له، فهم يشتغلون ونحن نشتغل، والأصل هو خدمة الكويت ورفع اسمها. جميل جميل جدا. هي مناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أيضا نتذكر فيها أيضا الكويت، يعني سمو الأمير غير من الواقع ومن هذه المفردة الجميلة عمل الإنساني وطبقناها على الأرض ككويتيين وكمنظمات مجتمع مدني وأيضا كجمعيات خيرية وغيرها من هذه الجمعيات. لكن أستاذ إيمان أيضا قضية أن الكويت تصبح مركز للعمل الإنساني، التزام أيضا على الدولة، التزام كبير، والكويت استحقت هذا العمل من واقع هذه التسمية التي أضيفت بعد إضافة قائد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد. كيف تقيمين أيضا وضع الكويت كمركز العمل الإنساني بالجمعيات النفع العام بوجودكم أنتم أيضا كمكاتب الأمم المتحدة؟
بالتأكيد صراحة تجربة رائعة، أنه يعني أنا بفتخر أني أنا موجودة على رأس عملي في دولة الكويت أثناء تكريمها أنها هي مركز للعمل الإنساني، لأنه هذا سهل لنا شغلنا كثير صراحة. خصوص الموقع الجغرافي للكويت الآن بالزبط. أمام العراق وأمام سوريا وتحت اليمن والتحديات الموجودة في المنطقة قريبة إلى مناطق النزاع، هي بؤر ملتهبة وليست فقط مناطق نزاع، وكان للكويت دور رائد في فعلا أنها هي تشكل الفرق للناس النازحين داخليا أو المهجرين. يعني مثلا في العراق الآن هنالك ما يزيد عن 3 مليون نازح داخلي، وفي الداخل السوري ما يزيد عن 7 مليون نازح داخلي، ناهيك عن اللاجئين 4 مليون اللي اعتمدتهم الأمم المتحدة في دول الجوار السوري. هاي الأرقام الفلكية ما كانت راح تقدر أي منظمة دولية قد ما تكون إمكانياتها جبارة إنها تقدر تستمر على الأرض وتظلها تقدم مساعداتها لولا مؤتمر المانحين الثالث اللي عقد قبل 4 شهور في دولة الكويت بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو، لأنه أعطى الأكسجين للمنظمات الدولية حتى تستمر في عملها، لأنه كنا وصلنا مرحلة بصراحة الأمور ستتوقف كارثية وليست فقط ستتوقف. لما تخيل أنت 4 مليون يتوقف عنهم المساعدات والغذاء والأكل. طيب إلى جانب الكويت أستاذ إمام، من يقدم مساعدات إلى جانب الكويت؟ حسب معلوماتي الولايات المتحدة الأمريكية هي تعتبر من أكبر المانحين لمفوضية اللاجئين تحديدا والمنظمة الدولية للهجرة للأزمة السورية. الكويت هي أول من مجرد ما تعلن، لكن على الصعيد العربي الكويت والصعيد الإسلامي أيضا. لا حتى الكويت تعتبر يعني أمريكا ثم الكويت فورا، يعني حالة فريدة الكويت صراحة فريدة من ناحية إيجابية للغاية ما في شك. أستاذ أنور أيضا أنا ودي أتكلم عن قضية أنت ذكرت قبل شوي أن أقمنا مستشفيات متنقلة كانت نقلات نوعية أيضا في قضية التعامل الميداني داخل الأرض، يعني القضية مو قضية بس شاحنة وأيضا صحيح. ثلاجة تنزل صحيح. وتأخذ مساعدات وتضعها على الأرض ويأخذها المستفيد صحيح. أي كان اللاجئ أم أيضا المحتاج، لكن القضية التفكير الاستراتيجي في التعامل مع الأزمات ذات الضرورة. فكرت أيضا في استثمار مخابز مثلا متنقلة أمور كثيرة تختلف باختلاف الميدان. نعم احنا طبعا بالنسبه للمخابز عندنا مخابز في لبنان والاردن للاجئين السوريين على مدار العام، كل يوم العائله لها حق تاخذ كيلوين. احنا مخابز انا ذكرنا مثال، لكن ايضا هناك صناعات ايضا نستفيد منها في الاطراف الصناعيه. احنا قاعدين نزود اللاجئين جميل. طبعا عندنا مستشفى وقع بعد رمضان وقعنا في الاردن بقيمه نصف مليون سنويا، 6 مليون دينار او دولار. الدولار سنويا تجدد لخدمة اللاجئين السوريين. عندنا مستشفى لختان الأطفال، عندنا بالنسبة لحالات الولادة طبعا أنا قصدي حال يعني خلق حالة من الحياة الكريمة للناس. هذا كذا عندنا علاج الكلى في فلسطين في لبنان للاجئين السوريين مستشفى في طرابلس أيضا في فلسطين أعتقد في مستشفى لغسل الكلى نعم. يعني قبل فترة قبل يمكن شهرين ثلاثة تم إنقاذ طفلة من الموت في لبنان لأن كان أبوها وأمها بيتبرعون لها بالكلى ولكن ما كان عندهم قيمة المبلغ، فكان رئيس مجلس الإدارة الدكتور أهل ساير موجود وأمر بإجراء العملية لله الحمد. جميل هذه اللفتة الكريمة الإنسانية من قبل وهم تواصلة شبه يومي. جميل أيضا أستاذة إيمان وديش تعاقبين شكرا. يا ريت والله إذا تسمح لي إحنا كمان بفضل الله بسبب المساعدات الكويتية لمشاريع المنظمة الدولية للهجرة بالداخل السوري تحديدا، لأنه ما بدنا نضلنا بس نقدم مساعدات للنازحين، بدنا نساعدهم على أنهم يقدروا يشتغلوا ويعيلوا نفسهم ويعيلوا أسرهم. فقمنا بدورات تدريبية وورش عمل بالذات للنساء يعني اللي هم مسؤولين عن أسر بتدريبهم على الخياطة وتقديم أيضا ماكينات الخياطة لهم، هذا بالتمويل الكويتي أنا بقول، وقدمنا لهم المواد الأولية حتى ليحيكوا بطانيات، ثم اشتريناها منهم حتى نقدمها كدعم من بالضبط ونأهلهم أن هم يقدروا يشتغلوا. كذلك للرجال قدمنا لهم دورات في الحلاقة وقدمنا لهم الأدوات حتى يستطيعوا أنهم يعينوا نفسهم وليس فقط ينتظروا المساعدات الإغاثية من المنظمات الدولية، بالإضافة للكثير من المشاريع الإنسانية اللي يعني نفذناها بالتمويل الكويتي من تقديم أطراف صناعية لأربع أطفال فقدوا سيقانهم ولأم لثلاث أطفال فقدت زوجها وساقها اليمين. بفضل الله مساعدة دولة الكويت قدرنا نقدم لها الأطراف الصناعية. إذن أنا أنتقل للسؤال، أنا سألتك وأنت ما شاء الله عليك أنت جاوبتي من غير الأسئلة الآن على قضية السؤال القادم. ثلاث مؤتمرات، المؤتمر الأول الثاني الثالث ودفعت مبالغ كثيرة، كان حجم التخفيف
في الألم الإنساني واضح لا مجال فيه على الصعيد السوري، سواء المقيمين أو النازحين في سوريا من الداخل السوري أو في الأردن أو في لبنان أو حتى في الجانب التركي. هل هناك إحصائية بأن حجم المساعدات الكويتية وبالتالي قلت هذه الأعداد من قبلكم؟ هل قرأتم قراءة ما بعد أو الفيدباك ما بعد تقديم المساعدات الكويتية من خلال المؤتمرات الثلاث؟ طبعا الكارثة الإنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، أرقام اللاجئين والنازحين بتطور سريع وغير مسبوق، غير مسبوق حقيقة. لما تقول أنت 4 مليون لاجئ خارج سوريا و7 مليون نازح داخلي، طبعا هدول يعني الأرقام الكبيرة بدها مساعدات مستمرة. إحنا من 2000 ونهاية 2013 نظرنا إلى الأمر إلى هو بناء قدرات، ما بدنا نظلنا بس يعني نستجدي المساعدات، بالمساعدات اللي استلمناها أقمنا مشاريع بناء قدرات خاصة في الداخل السوري. يعني أقمنا عدنا تأهيل 9 ملاجئ في سوريا في المحافظات كلها حتى يتم إسكان ناس النازحين فيها، قدمنا لهم ورش عمل ودورات تدريبية على كيفية إدارة الملاجئ. الصور، بعض الصور التي تقدم من قبل الكويت للنازحين سواء في سوريا أو في صحيح لبنان. احنا كمان يعني بنفتخر انه لما قابلنا حضرة صاحب السمو في 31 مارس 2015 قدمنا له في المنظمة الدولية للهجرة هدية صنعت خصيصا بأيدي 9 حرفيين سوريين استفادوا من المنحة الكويتية. جميل. قطعة قماش كتب عليها آية قرآنية رائعة، وتشرفنا بتقديمها لحضرة صاحب السمو، وبصراحة هو كتير تأثر وقال أنا ما بدي إلا يعم الأمن والأمان والسلام ويرجعوا لبيوتهم. كانت كلمة كتير يعني مؤثرة حقيقة، وهي لفتة كمان من يعني إحساس إنه النازحين بصراحة شديدة. راح أقولها على التلفزيون، رئيسة بعثتنا قالت لي لما توصل بعض المساعدات عليها بعض أعلام الدول، النازحين لما كانوا يستلموها كانوا يمسقوا الأعلام ويرموا الصناديق وبمنتهى الشفافية. الدولة الوحيدة اللي كانت تأخذ الكراتين بما فيها عليها العلم هو علم دولة الكويت، وهذا يعني من حق كل كويتي وكويتية يفتخر احترام لإعطاء هذه الدولة، والاحترام أيضا للسمو الأمير وللقائمين على العمل الإنساني وأيضا الخيري. أيضا أتوقف عند العمل الإنساني والخيري مع الأستاذ أنور. جمعية الهلال الأحمر ذكرت من 66، لكن الجهد المنصب جهد محدد. تذكرت قبل قليل بأن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر رحمة الله عليه ذكر بأن إنشأ جهة واحدة تحتضن هذه الجهة، وبالتالي ما الذي يميز جمعية الأحمر عن غيرها؟ يعني سمعنا جمعية الرحمة وجمعية الإصلاح وإحياء التراث وجمعيات خيرية متنوعة، الهدف واحد هو رفع اسم الكويت وبالتالي تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين، لكن ما الذي يميز جمعية الهلال الأحمر؟ والله طبعا هم الكل يعني عملهم يعني مشكورين، عمل مشترك، عمل مشترك. احنا يمكن والهدف واحد، الهدف واحد. يمكن الهلال الأحمر تقدر توصل أماكن أبعد من، انتم صاحبين الخبرة في هذا المجال. إيه الحمد لله، يعني واحنا مرتبطين بالمنظمات الدولية، بالتالي يمكن نقدر ندخل أو نوصل إلى أماكن مناطق نزاع. نعم نعم، واحنا كل ما رحنا الى اي ازمه او كارثه دائما نسمع من الموجودين من اللاجئين او من المتضررين الكويت من اوائل الدول اللي وصلت، ودائما الكويت تقرن الغول بالفعل. يعني رد فعل الدوله سريعه في غزه، قالوا اليوم طاح بيتنا ثاني بكره يوم موجودين هناكم. اكثر من الجهات اللي موجوده عندنا، فالواحد يعني يفرح. وكانوا والله يدعون لسمو الامير، يعني كانوا يعطونا رسائل يقدمون سمو الامير ويطلبون شغله. احنا من عندنا طبعا نرجع نعطيهم ثاني يوم نقول هذا من سمو الامير، فكانوا طبعا يقول ما شاء الله بهالسرعه وصلت. فالكويت سمعتها الانسانيه وخصوصا كبيرة. للناس الفقراء والبسطاء والنازحين الذين ليس لهم ذنب في هذه الصراعات. صحيح. والنزاعات السياسيه. نعم. سؤالي ايضا لك استاذ ايمن، حجم التحدي الكبير لكم في المنظمه الدوليه للهجره في الكويت؟ في الداخل الكويتي لا، الحمد لله رب العالمين، يعني ما في لا نلقى إلا كل الدعم حقيقة. وأنا يعني بنتهز الفرصة أوجه الشكر لوزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ما وجدنا منهم إلا كل الدعم والأيادي مفتوحة. ووزارة الإعلام طبعا وجه لها شكر كبير كتير. وبهالمناسبة، مناسبة الاحتفال في الذكرى الأولى لتكريم حضرة صاحب السمو، إن شاء الله راح يكون عندنا حملة إعلامية توعوية لمكافحة الإتجار بالبشر تحت رعاية وزارة الإعلام اللي إحنا بنفتخر بشراكتنا الرسمية معهم. لا يوجد تحدي حقيقي هون إلا طبعا لأنه نأمل دائما الأفضل، وأنه نكون والكويت إن شاء الله تكون هي دائما في مصاف ليس فقط الدول المتقدمة بل تتقدم عليها. لأنه ما بنقص. طيب استراتيجيتكم في الفترة القادمة كمنظمة للهجرة داخليا أم على المستوى على الصعيدين؟ على الصعيد المحلي احنا عندنا
لدينا الكثير من الخطط إن شاء الله والمشاريع الهامة اللي كلها تهدف إلى تطوير الأوضاع خاصة فيما يختص بشؤون العمالة الوافدة بوجه عام والعمالة المنزلية. شراكتنا الحقيقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدينا مشاريع الكثير المشاريع اللي إن شاء الله قيد التنفيذ. كذلك احنا بنفتخر أنه عملنا عدة مشاريع مع وزارة الخارجية، دربنا الدبلوماسيين الكويتيين على حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب البشر وأخذناهم في شهر 3 على الأردن وزرنا مخيم الزعتري. وإيش بحب برضو أحكي على شاشة تلفزيون الكويت أنه مجرد ما دخلنا بوابة مخيم الزعتري وجدنا أنه الأخوان اللاجئين السوريين كانوا واضعين يعني يافطة عليها علم دولة الكويت لوحدها وكاتبين شكرا دولة الكويت. هذا إشي لازم عرفانا بالدور الكويتي، الشعب الكويتي صراحة يعرفه، وهذا إشي نابع من اللاجئين نفسهم مش دول اللي حطيته. كذلك لدينا الكثير من المشاريع مع وزارة الداخلية بنفتخر بشراكتنا معهم. احنا يعني دربنا وساهمنا في تأهيل قدرات ما يزيد عن 750 كادر وطني. كذلك يعني كنا أول من قام بتأهيل كادر وطني متخصص من ضباط وزارة الداخلية في مكافحة الإتجار بالبشر، ومنهم عنصر نسائي مفتخر فيه، وهذا إشي يحتسب لدولة الكويت. هي الوحيدة على مستوى الدول المستعمرة الخليجي عندهم مدربة وطنية من وزارة الداخلية في مكافحة الإتجار بالبشر. التحديات اللي على مستوى العربي والأزمة الأزمات الحالية اللي بيمر منها الوطن العربي طبعا التمويل، يعني كل المنظمات الدولية وكل المنظمات العاملة في المجال الإنساني الكابوس الأسوأ لها هو شح التمويل، لأنه معناه رح تتوقف عملياتها وبالتالي رح تتوقف المساعدات للمنكوبين والمحتاجين، وهذا إشي يعني صراحة يؤرق كافة العاملين في المجال الإنساني. لكن بما أن في الكويت إن شاء الله يعني قضية الدعم قضية مستمرة وقضية قائمة، إيمان الدولة بهذا العمل الإنساني كون الكويت تتحمل مركز العمل الإنساني والكويت أيضا كرمت لسمو الأمير بأنه يعني قائد العمل الإنساني في هذه الظروف. أيضا راح أرد لك في هذه الظروف أستاذ أنور، تحدثنا عن شروط وعن المتطوعين وعن معايير الذي ينتسب إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبالتالي بصرف هم كويتيين من الطراز الأول. نعم، هو طبعا باب التطوع مفتوح الكويتي وغير كويتي، عندنا الفترتين صباحية ومسائية. جميل، كويتي وغير كويتي. إيه طبعا أكيد، ولأن عمل إنساني بالتالي. بس من الجمعية، جمعية كويتية، جمعية نفع عام، صحيح. والمطلوب صورتين وبطاقة مدنية، ومن ثم يعطى دورات قبل قبوله في الإسعافات الأولية وبعض المحاضرات في قانون الدول الإنساني، ومن ثم يعطى دورات ميدانية، لأن احنا عندنا المتطوعين داخل الكويت مثل ما تعرف يزورون دور الرعاية، يروحون المستشفيات، يساعدون في أمور كثيرة داخل الكويت. وإذا تأتم الدورات ممكن نحن طبعا نخير إذا كان يرغب بالذهاب إلى خارج الكويت لطبعا المساعدة في توزيع بس الرغبة الحقيقية الأساسية هي المعيار الأساسي في قضية التطوع. لم تكن موجودة لدى المتطوع أو المتطوع لن يعمل أو يفلح في هذا المجال. طبعا يبين إذا كان يرغب بالعمل، أو طبعا لازم يجب أن يتحلى بالأخلاق، ما تقدر تدز واحد طبعا ما يعني في شك. نعم، وعندنا ما شاء الله يعني عدد المنتسبين المتطوعين تقصد يزيد عن الألف، يزيد عن الألف حاليا، ولكن المفعلين اللي حضروا الدورات يومية يمكن 300-400. جميل جميل جدا. ضوابط المعونات التي تقدم، هل هناك ضوابط معينة تتلقاها؟ المعونات اللي نتلقاها طبعا نوجه الشكر طبعا لأن عندنا احنا متبرعين. تذكرت قبل قليل أن أنت تتلقون حتى في الأمس أو اليوم تلقيتم يوميا سواء كان من الأفراد أو من الشركات أو المؤسسات الكويتية والمؤسسات. المؤسسات طبعا نشترط إذا كان يعني هدوم أو ألعاب أو أكل، طبعا يجب أن تكون جديدة الملابس والألعاب. الأكل يجب أن تكون لصلاحية معينة. عندنا مخازن ما شاء الله، يعني التجار الكويت ما قصروا، كل ما رحنا يعني كان يخبرون أيضا يعني تحية شكر وتقدير. أيوة، أيضا القطاع الخاص والشركات الكويتية. كن هذا أيضا مناسبة عزيزي المشاهد أن نوضح فيها حجم عطاء القطاع الخاص بالنسبة إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي. من عندنا ملفات كثيرة، من ضمنها طبعا هم علاج المرضى في الكويت، عندنا مرضى الكلى والقلب. إذا تساهم فيها الجمعية؟ نعم، عندنا مركز خاص طبي للمرضى، يجون يتلقون العلاج وندفع احنا بالمجان. نعم بالمجان. جميل جدا. نعم، يعني عمل الجمعية أستاذ أنور ليس مقتصر فقط على الخارج. لا لا، وعندنا مساعدات محلية، عندنا أكثر من 2000 أسرة نرعاهم ونساعدهم. إذا عندكم زيارات ميدانية، حالكم حال بيت الزكاة الآن. نعم، عندنا مساعدات الآن محلية، وعندنا طبعا خارجية، وعندنا مراكز كثيرة خدمات يعني.
يعني الناس اختصرت يعني أو اختزلت الفكرة فقط قضية خارج الكويت والمساعدات والجسر الجوي، لكن الآن الكويت يعني الكويت ما شاء الله يعني على مدار العام مساعدات، كوبونات لشراء من الجمعيات، ملابس في رمضان وفي العيد وكسوات، يعني كان كله داخل الكويت. خارج الكويت نفس الشيء، ولكن الطاقة طبعا أكبر من موضوع العلاج والتوزيع. حجم التعاون بينكم أستاذ إيمان وبين جمعية اللحم ما دام إحنا أنتم الآن موجودين؟ نعم منظمة واحدة. بالتأكيد هنالك تعاون دائم إن شاء الله، وإحنا نفتخر بتجربة الهلال الأحمر، وهم شركاء في الإنسانية في العمل الإنساني على الأرض أينما تواجدنا، سواء في العراق أو في اليمن أو في أي مكان آخر. يعني بحب بس أضيف أن المنظمة دول الهجرة هي من أكبر المنظمات الإنسانية العاملة في الداخل السوري والداخل العراقي واليمن وجنوب السودان. لدينا موظفين يعني بغطوا كافة محافظات. طيب كيف تعملون في ظل نزاع مسلح و براميل متفجرة وأيضا صحيح. يعني مسألة خطيرة جدا، مسار تحرككم في هذه الأجواء الميدانية؟ طبعا عشان تحية كبيرة كتير للعاملين على الأرض في مجال الإغاثة الإنسانية، أنهم حقيقة هم الأبطال الحقيقيين لكل هالمساعدات اللي قاعدة بتصل، أنهم بيقدروا بيشتغلوا وبضحوا بأرواحهم وبجاسفوا بحياتهم وبراحتهم. ذكر فيها مقتل أيضا رئيس البعثة في العراق في عام 2003 أيضا، هو أصلا مبعوث يعني أمين العام كان مع 22 شخص قتلوا في تفجير انتحاري مع الأسف في 2003. وعشان هيك تخليدا لذكراهم وذكرى كل العاملين في المجال الإنساني تم تحديد يوم 19 أغسطس من كل عام للاحتفال الذي نحتفل فيه ونسلط الضوء عليه. هذه فرصة أيضا أن نسلط فيها الضوء على هذه القضايا الإنسانية التي يعني قد تغيب عن بعض المواطنين وأيضا صحيح. المشاهدين صحيح. لكن حجم التحرك ما رديتي على سؤال. لا لسه كنت رح أكمل لك. إحنا حتى كنا شاركنا الدكتور هلال الساير في برزنتيشن إنه إحنا قاعدين بنعمل إيش بنعمل في الداخل السوري، وفوجئ إنه إحنا وصلنا مناطق محظورة على كل العاملين الدوليين مثل الرقة ودير الزور، لأنه يعني هي مناظر مناطق ملتهبة للغاية. لكن بفضل الله استطعنا الدخول، طبعا ما قدرنا نوصل مساعدات ضخمة لكن مساعدات بسيطة إلى بعض الأشخاص، حتى لو كانت في بعض الأحيان كوبونات بقيمة 10 دولارات، لكن قدرنا ندخل ونوصل المساعدات. طبعا هي فيها مخاطرة أكيد، لكن طول ما في هناك ناس محتاجة وناس تحت القصف، وإحنا يعني برضو إشي بدي أحكي إنه بفضل التمويل الكويتي استطعنا إخلاء 1370 شخص من أثناء الحرب في حما تحت القصف، قدرنا نطلعهم إلى برا الأمام بفضل الله. هذه في بداية الأزمة السورية طبعا، وما زالت هذا في العام 2014 في منتصف 2014 تحديدا. نعم. بالتمويل الكويتي. بالتمويل الكويتي أيضا، التمويل الكويتي بامتياز. أستاذ أنور، أيضا قضية الآن العراق وسوريا واليمن تحديات كبيرة تواجه الجمعية، لكن بفضل الخبرة الكبيرة والعتيدة للجمعية منذ عام 66 تتغلبون على حجم التحرك. إلى أي مدى جمعية الهلال الأحمر الكويتي الآن قادرة على التعامل مع مناطق النزاع في الشأن السوري والعراقي وأيضا اليمني؟ حجم تحرككم. احنا بالنسبه للوضع السوري احنا ما ندخل داخل سوريا، موجودين في نخدم اللاجئين الموجودين. انا قصدي اللاجئين في لبنان وسوريا، طبعا ما فيها خطوره هذه، انما في العراق فعلا في خطوره، لان تعرف موجودين والانفجارات اليوميه، ولكن طبعا الله الحامي، واحنا دائما نوصيهم انه ما يحتكون وما يطلعون، بس انه يوزعون في حمايه. انا قصدي لا القيمه وايضا التعامل وايضا حجم المساعدات في الكويت عندما تنطلقون الى العراق والى سوريا والى اليمن، كيفيه تعاملكم ايضا، حجم التعامل. يعني انت الان في الجمعيه خططكم الان تظهرون في صوره منفرده لبعض الدول، ام هي خطه استراتيجيه لجميع الدول بافتراض الان الشان السوري بحاجه ماسه الى مزيد من المعونات، وايضا في نفس الوقت الشان العراقي الان بحاجه، كيف تتعاملون معها؟ احنا عندنا هذا، اقصد هذا الكلام، احنا لكل دوله عندنا ميزانيه محدده اللي هي كانت مقرره سواء كان من الحكومه او من التبرع جميل الشعب، فنشتغل على هذه الميزانية. إذا خلصت نوجه طلب. القدرة الاستيعابية للجمعية قادرة أن تستوعب هذه؟ والله إلى الآن إن شاء الله قادرة، يعني إحنا قاعدين نشتغل على قولتهم بطريقة سليمة وفق استراتيجية وخطة. نعم أكيد أكيد، ووضع مشاريع يعني، وفي أشياء جديدة قاعدين نصلح مدارس، قاعدين دخلنا موضوع التعليم، دخلنا مواضيع كثيرة. هذه فرصة أيضا نتكلم عن خططكم أستاذ أنور. نعم. في الجمعية الخطط الحالية طبعا مثل ما قلنا هي الخطط الإغاثية العاجلة وموضوع المستشفيات المواضع الطبية وموضوع التعليم، هو نقلة نوعية في عمل الجمعية. نعم كانت أول مقتصرة على الشغلات الإغاثية والخيم،
يعني احنا مؤخرا قبل شهر يمكن تم بناء او توسعه مدارس في اندونيسيا في قريه باسم الشيخ جابر الله يرحمه، حوالي 100 بيت ومدرسه ومسجد وعياده. اعتقد كان السفير ناصر العنزي السفير كان موجود، سلطوا فيها الضوء ايضا. نعم، ونقلنا فيها رسائل من الاخبار. نعم، في شيء. وعقبها هذا الحين بالنسبة للعراق يعني نشتغل لبناء بيوت، واشتغلنا بناء بيوت في البوسنة. جميل جدا. هذا يدعوني إلى تساؤل، يعني قضية الجمعية الأحمر ليست قضية يعني جمعية نفع عام قديمة فقط تستقبل، أنتم مبادرون متفاعلون. نعم إذا. نعم، وإذا يعني في طبعا أي دولة تطلب شغلة ندرس هذا الموضوع وننفذه. بالأردن طلبوا ترميم مدارس اللاجئين السوريين وقاعدين نقوم فيهم طبعا، بالإضافة إلى الإفطار طبعا هذا السنوي وكسوة العيد والأضاحي وفي رمضان الإفطار اليومي في رمضان، سواء كان في الدول المنكوبة أو في دول الصومال وأفريقيا. فالعمل هو موجود وندرس أي حالة تجي طبعا أكيد نقوم دراستها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة. الإدارة. نعم. أستاذ إمام، منذ تأسيس البعثة الدولية للهجرة حجم التعاون وشكل التعاون كيف تطور بينكم بين الكويت؟ بفضل الله الحمد لله، يعني لا التعاون ممتاز. وعشان هيك قاعد بقول لك في خلال 5 سنين نفذنا ما يزيد عن 33 مشروع استفاد منهم، يعني بفضل الله تجاوز العدد 750 موظف حكومي. احنا كمان يعني نتعمد انه تكون دائما مشاريعنا اقليميه على مستوى دول المستعمر الخليجي. جميل. حتى تعمل فائده، لانه بالاخر هي نفس البيئه، نفس هم دول جاذب العماله بفضل الله، الله يديم نعمه الامن والامان. هذا طبعا بيطرح أعباء على الدول المضيفة مثل دولة الكويت لما يكون هنالك ثلثين عدد السكان من العمالة. طبعا أكيد هذا عبء على البنية التحتية والاجتماعية والصحية والأمنية. فوجودنا هون دائما هو دعم لدولة الكويت والأجندة دولة الكويت بما يتماشى مع المعايير الدولية لتطوير الأوضاع وتحسينها، لإيصال كمان علاقة متوازنة وسليمة وصحيحة بين العامل ورب العمل. طيب جميل جدا. في ذات السياق أيضا أستاذ أنور، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في مناطق النزاع مناطق الحروب ما شك وجودكم واضح وموجود، لكن أيضا هذا يدعون إلى تساؤل مهم. جمعية الهلال الأحمر أيضا أو الصليب الأحمر السعودية في دول مجلس التعاون المعنية بالعمل الإنساني، تنسيق مباشر يحدث دائما بينكم وبين هذه الجمعيات سواء في الإمارات أو في السعودية حتى لا يتداخل الأمر حتى على الصعيد إقليمي؟ اكيد اكيد. يعني احنا يوم الاثنين شكل التعامل معهم والتنسيق، اكيد احنا طبعا في تنسيق شبه يومي في مخاطبات يوميه في قرار موحد. يوم الاثنين عندنا اجتماع في الرياض على موضوع اليمن، لان تعرف الان الامور تيسرت اشوى باليمن، كان في صعوبه في ايصال مساعدات في تعز وبعض المناطق التي حررت. نعم، الان في يوم الاثنين في اجتماع بالرياض على هذا الموضوع على مستوى خليجي، على مستوى الخليج برئاسه جمعيه، برئاسه طبعا السعوديه الدوله المضيفه، ومن ثم في زياره لمركز الملك سليمان الانساني. نعم، سلمان الانساني. سلمان الانساني. نعم. تنسيق خليجي واضح أكيد على طول، يعني ولو بعدين قرارات موحدة من جميع سواء الخليجيين ومن ثم تطرح على الآخر. هذا أيضا يعطيكم دفعة ويخفف العبء نوعا ما، العبء الإداري والعبء أيضا اللوجستي للجمعية الأحمر. نعم، بالنسبة للتعاون الخليجي هم يعني خذوا مشروع الكويت اللي هو مال المخابز، والآن قاعدين يفتحون مخابز للسوريين في لبنان وفي سوريا، فكان هذا المشروع كويتي من جمعية الهلال الأحمر. المخابز لأن هي قوت الحياة الخبز الآن. نعم. خصوصا في هذه الدول التي تعاني أيضا من شح في. نعم. المياه وشح أيضا. نعم. ودرجة حرارة قد تكون مرتفعة في الصيف وأيضا شديدة يعني البرودة في الشتاء. والخبز إذا كان ما كان يبي الخبز ممكن يستبدله من المخبز في كيك أو في أي مواد، فهذا كان مشروع. هل تطور الأمر إلى عمل مصانع؟ مصانع أو مصانع متنقلة أو مصانع ثابتة في نوع من المصانع. هي مشكلة المصانع أن يبي لها ترخيص من الدولة الموجودة فيها، ولكن يعني أو بعض المحال أو بعض الحرفيات كما ذكرت الأستاذة إيمان التي تعين بعض الأسر. إيه نعم، جاري التفكير في هذا الموضوع ناحية الاستثمارية على الأقل لهم. نعم، طرح على المجلس الإدارة وجاري التفكير فيه. أنا قاعد نشوف خطة في مراسلات بيننا وبين الدول المعنية في هذا الشأن. جميل. حجم المساعدات أستاذ إيمان حتى لا ننسى بالأرقام، يعني اليوم ما هنقدر نجامل قضية يعني
ككويتيين أن نبرز دور الدولة، الدولة بارزة من غير أيضا شق إعلامي. الأمم المتحدة كرمت الكويت وكرمت سمو الأمير، لكن أيضا الأرقام تتحدث في هذه اللقاءات المهمة. تبرعات الكويت ارتفعت أيضا للمنظمة الدولية من عام 2014 أعتقد تحديدا. بدأنا في المؤتمر الأول للمانحين السوريين في عام 2013، لكن ارتفعت وأيضا أثرت الكويت كموقفها كقيادة كشعب على باقي الدول التي كانت مترددة في نوع من العطاء وأيضا الالتزام المادي وأيضا الالتزام أيضا السياسي. إلى أي مدى هذه التبرعات لعبت دورا كبيرا في العمليات الإنسانية المنظمة بالنسبة لكافة اللاجئين السوريين؟ ونذكر بها بعض الأرقام إذا حضرتك عندك أرقام. بالتأكيد المنظمة ذو الهجرة تلقت منذ العام 2013 تحديدا للأزمة السورية 20 مليون دولار أمريكي من حكومة دولة الكويت. هذا من ضمن في عام من 2013 لحد 2015 20 مليون دولار أمريكي ومليون دولار للأزمة العراقية اللي حصلت الصيف الماضي. 21 مليون 21 مجموعهم. طبعا بسبب هاي الأموال بالتأكيد يعني اللي أنا كله ذكرته قبل قليل، المساعدات اللي قدرنا نعملها والورش العمل والدورات التدريبية والتأهيل، لأنه إحنا كان بهمنا كتير أنه مش بس نقدم مساعدة يعني آنية وفقط، بدنا أهل الناس يقدروا يوقفوا على إجريهم ويشتغلوا ويعيلوا أسرهم ويعيلوا حتى المجتمعات المحيطة فيهم. كمان بالتمويل الكويتي عملنا مشاريع مهمة جداً، يعني الكثير يغفل عن بعض التفاصيل الرئيسية والخطيرة اللي بتحصل في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة. مثلا في الأزمة السورية تحديدا هنالك الكثير من للأسف قضايا الاتجار بالبشر، خاصة مواليد الرضع اللي بنولدوا وما بيصير ما بيتم تسجيلهم رسميا لأنه بعض المناطق لا يوجد فيها أي أمور رسمية. طبعا بسبب التمويل الكويتي عملنا حملات توعية كبيرة للأسر على أنهم يسجلوا مواليدهم، لأنه بيتم خطفهم للأسف وتهريبهم عبر الحدود لتقديمهم يعني التبني أو حتى زراعة الأعضاء من هدول الأطفال. كذلك حملات توعية للأطفال الصغيرات أنهم الزواج المبكر، لأنه بيتم أخذهم كزواج ولكن بينتهي الأمر أنهم يباعوا ويشتروا في سوق الدعارة للأسف الشديد. فهي الحملات التوعية أيضا ساهمت فيها دولة الكويت في الداخل السوري، بالإضافة إلى مساعدة ما يزيد عن 1700 غير سوري علقوا على الحدود اللي هم العمال اللي في الداخل السوري. بالتمويل الكويتي قدرنا نطلعهم ونرجعهم إلى بلادهم. وطبعا يعني نقلات إنسانية ونقلات خيرية وأيضا نقلات وطنية من الكويت بالنسبة لمنظمة الهجرة. صحيح. استعدادات الجمعية أستاذ أنور قبل أن يعني نختم، بالنسبة إلى أيام تفصلنا عن الذكرى الأولى لمنح سمو الأمير لقب قائد العمل الإنساني. نعم. كون الجمعية أيضا صحيح. عليها مسؤولية الآن إنسانية وهي التي يعني تصدت لهذا العمل الإنساني. كون سمو الأمير هو الرئيس الفخري للجمعية. نعم. فبالتالي هناك شكلت لجنة لوضع تصوراتها قبل 9/9 وإن شاء الله راح يكون احتفال مميز إنساني يغلب عليه الطابع الإنساني لسمو الأمير بإذن الله، وبانتظار إن شاء الله عطاءاتكم متميزة سواء أنت أو الأخت أيضا إيمان عريقات. قبل الختام هذا اليوم وهذه الذكرى، من المهم جدا أن نتحدث فيها عن سمو ونبل ما يقومون به العاملون في الحقل الإنساني والتطوعي في الكويت خارج الكويت. يوم ندعوهم فيه للفخر والاعتزاز، يوم نقول لكل منهم ومهما كان موقعه افتخر فأنت تعمل في الخدمات الإنسانية. انتهت حلقة اليوم، كل الشكر والتقدير لكم ولضيوف الأستاذ نور الحساوي والأستاذ إيمان وريقات، ونلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من أجل الكويت. لذلك الحين تحية وإلى اللقاء. مشكورين ومع السلامة.